تلقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أعرب فيه عن أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 60 للعيد الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير 30، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هاتين المناسبتين على دولة الكويت وشعبها بمزيد من الرقي والرفعة والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.